السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي في درس جديد أو أول دروس مانك تايم فور إنجلش فيرست ترم الترم الأول. إن شاء الله النهاردة هنبدأ بيونت 1 الوحدة الأولى اللي هي بعنوان بليسز وي جو، أماكن نذهب إليها. نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلك كل الدروس الجاية إن شاء الله، ونعمل لايك على الفيديو لو الفيديو عجبك، وطبعا لو ليك اي كومنت تكتبه لي في خانة التعليقات اللي تحت الفيديو. نبدأ الشرح على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. lesson 1 الدرس الاول اللي هو بيكون conversation time، وقت المحادثة او الدرس اللي خاص بالمحادثة. ناخد الكلمات بتاعة الدرس النهاردة الفوكابولري. اول كلمة كلمة daily، daily اللي هو كلمة يعني معناها يوميا او يومي بشكل يومي. هتسوي كلمة اسمها everyday، everyday معناها كل يوم. foreigner، foreigner معناها شخص اجنبي، يعني اي حد مش مصري بنسميه اجنبي foreigner. نحفظها بالشكل ده foreigner، foreigner، وهنا الجي حرف silent اجنبي. free مجانا، free include يتضمن يشمل على طبعا in، بعد include دي verb فعل. mummy rooms حجر الموميا. the Egyptian museum المتحف المصري. نخلي بالنا من نطق الأداة ذا هنا، ذا بعدها كلمة أولها حرف متحرك، فبالتالي هنقول إيه؟ هنقولها the Egyptian museum المتحف المصري. طبعا هنا الإي كابيتال والإم كابيتال. Egyptians مصريين، Egyptians طبعا تي اي هنا نطقها شه، تي اي شه. Egyptians مصريين. adult شخص كبير في السن، adult. cost يتكلف او التكلفة cost، لكن لما اقول cost معناها ساحل، نفرق بين cost و cost. under تحت او دون السن، عندنا في الدرس مكتوب كلمة under five يعني اقل من سن 5 سنوات. under مثلا لما اقول under 10 اقل من 10 سنوات، يبقى حرف الجر under لو لما يجي بعديه رقم معين هيكون معنى الكلام ده انه اقل من السن او اقل من هذا الرقم في السن ده. مثلا under 10 اقل من 10 سنوات، under 7 اقل من 7 سنوات. الactive vocabulary places اماكن، places. receptionist يعني موظف استقبال، نحفظها كده receptionist. Fridays ايام الجمعة، Friday احنا قلنا عارفين انه Friday يوم الجمعة، Fridays ايام الجمعة والاف كابيتال. LE ده اختصار كلمة pound جنيه مصري، مش باوند، لا pound. هنا نفرق بين ال P وال B، هنا P. children اطفال، kids برضو اطفال. طبعا children عكسها او children عكسها adults كبار في السن بالغين، لكن children صغار هتساوي كلمة kids. AM PM صباحا ومساء. a nice day يوم لطيف. how much معناها كم الكمية او كم الثمن، في الدرس ده عندنا بمعنى كم الثمن. how many كم العدد. كلمة except ما عدا او باستثناء. نلاحظ الفرق ما بين except expect accept. احنا قلنا except معناها ما عدا او باستثناء، مثلا لما اقول I go to school every day except Friday، انا بروح المدرسة كل يوم ما عدا يوم الجمعة، دي except. اما expect معناها يتوقع، accept معناها يوافق على شيء. accept expect accept. get chimp اللي هي chimpanzee hours ساعات العمل. عندنا في اللغة الانجليزية في كلمة clock اللي معناها ساعة حائط، كلمة watch ساعة يد. اما hours الساعة الزمنية، الوقت الفعلي هي 60 دقيقة. get in و get out دول عكس بعض. get in يعني يدخل، get out يخرج، open يفتح او مفتوح، welcome مرحبا، theater او فيلم theater هي السينما، holiday اجازة. مع بعض المحادثة النهاردة بين the receptionist and كريم، بين موظفة الاستقبال و
كريم. كريم عاوز يعرف بعض المعلومات عن المتحف المصري. Picture number one، الصورة الأولى بتقول Good morning، صباح الخير. The Egyptian Museum، يعني هنا المتحف المصري. How can I help you، كيف أساعدك؟ يبقى العرض مساعدة عشان أعرض على حد مساعدة. أقول إيه؟ How can I help you، كيف يمكنني أن أساعدك؟ نركز هنا على can. عارفين إحنا من زمان إنه كان بعد الفعل في المصدر، verb كان يستطيع بعدين الفعل في المصدر help. How can I help you كريم؟ Picture number two بيقول لها Hi، what are your hours، what are your hours، ما ساعات العمل. هو عاوز يعرف المتحف مفتوح من الساعة كام للساعة كام، ساعات العمل في المتحف كام ساعة أو إمتى بيفتح. What are your hours، بتقول We are open from 9 to 7، We are open from 9 to 7، نفتح من الساعة 9 إلى الساعة السابعة، من 9 إلى 7. هنا في from to، من إلى، طبعا 9 9 AM صباحا، 7 PM مساء. Picture number 3، السؤال الثاني بتاع كريم عاوز يعرف Are you open on Fridays؟ هو عاوز يعرف هل هم فاتحين يوم الجمعة؟ Are you open on Fridays؟ هل تفتحوا أيام الجمعة؟ إحنا قلنا الأيام أولها حرف capital، وعارفين من زمان إنه الأيام قبلها حرف جر on. Are you open on Fridays؟ هل تفتحوا أيام الجمعة؟ Yes، we are open daily، نعم نحن نفتح كل يوم، المتحف مفتوح كل يوم، we are open daily. Picture number 4، كريم بيسأل برضو How much does it cost to get in؟ How much does it cost to get in أو get in؟ على فكرة get in صح أو get in صح. How much does it cost to get in؟ كم تكلفة الدخول؟ كريم عاوز يعرف كم سعر التذكرة. بتقوله it هو التكلفة أو سعر التذكرة. It's 2 pounds for Egyptians، بجنيهان 2 pounds 2 جنيه for لأجل أو لي the Egyptian أو for Egyptians. It's 2 pounds for Egyptians، جنيهان للمصريين، and 20 pounds for foreigners، وعشرون جنيها للأجانب. الحاجة الثالثة بيقول لها بتقول له children under 5 are free، children الأطفال under 5، قلنا حرف الجر under لما يكون بعديه رقم معنى كده انه الشخص بيكون أقل من هذا الرقم في السن، under 5 أقل من 5 سنوات، children under 5 are free، الأطفال أقل من 5 سنوات مجانا. Is picture number 5، كريم بيسأل does that include the mummy rooms؟ does في أول الجملة معناها هل، does that اللي هو الكلام ده الاتنين جنيه والعشرين جنيه، does that include the mummy rooms، هل ذلك يحتوي على دخول غرف الموميا؟ does عارفين احنا من زمان انه does بعد الفعل في الانفينيتيف، فعل في المصدر بدون اي اضافات، يعني ما ينفعش اقول does that includes، لا does that include the mummy rooms، هل الفلوس هتدفعها ديت سواء 2 جنيه او 20 جنيه، طبعا هو مصر كريم يبقى هيدفع 2 جنيه، هل ال 2 جنيه دولت من ضمنهم دخول غرف الموميا؟ No it doesn't، لا يشمل، لا يحتوي على ذلك، وانما ايه تدفع اكتر. اخر picture the last one، last picture بيقول لها thanks for your help، thanks شكرا على for your help. اي حد يقول لك thank you هتقول you are welcome، على الرحبة الساعة او عفوا have a nice day، تمتع او اقضي يوما سعيدا او اتمنى لك يوما سعيدا. اتمنى نكون فهمنا المحادثة بشكل بسيط. ناخد او نحل السؤال ده ونجاوب السؤال على السؤال ده تبع المحادثة، هو choose اختار we are open daily on holidays، نفتح كل يوم، هنا في كلمة ناقصة، هنا on holidays ايام الاجازة. excuse accept accept expect، اخذنا الفرق بين expect و accept و accept، قلنا expect يتوقع، accept يوافق، accept ما عدا، و excuse معناها يعذر. الجملة نفتح كل يوم ما عدا الأجازات، ما عدا اللي هي except. Number two، how can I يعادل أدل. قلنا كان الفعل كان بعدين الفعل في المصدر في الانفينيتيف، يعني الفعل بدون أي إضافات. لو بصينا على الأفعال اللي عندنا هلاقي helping ing مضافة، helps الاس زيادة أو مضافة، helped الاي ودي
زيادة. أما help ده المصدر أو ده من غير إضافات، الفعل في المصدر، يبقى how can I help you. Number three, how does cost get in? It's pounds. 2 pounds يعني باتنين جنيه. هنا بسأل عن السعر، عن الثمن، عن التكلفة. واحنا السؤال احنا قلنا عشان أسأل عن ثمن شيء معين أقول how many much old long. أيوة هقول how much does cost to get in، كم تكلفة الدخول. Number four, the museum is daily from 9 to 7. المتحف يوميا من 9 إلى 7. Free حر أو مجانا. Open مفتوح. Good جيد. Bad سيء. نتكلم عن مواعيد عمل، نتكلم عن مواعيد عمل المتحف. بيفتح من كذا لكذا، قلنا بيفتح معناها أو مفتوح معناها open. The museum is open daily from 9 to 7. Number 5, when I visited the museum. when مش معناها متى هنا، معناها عندما أو لما. visited زرت، عندما زرت the museum بالمتحف. I saw the، أنا رأيت. إيه الشيء اللي بنشوفه في المتحف؟ classrooms ولا mommy rooms ولا music rooms ولا art rooms؟ طبعا المومي رومز، غرف الموميا. Number 6, it's only 2-4 Egyptians. It's only 2-4 Egyptians. باتنين ايه للمصريين؟ هنا Egyptians معنى مصريين. حسب سياق الجملة او معنى الجملة هنختار 2 pounds، جنيهان للمصريين. Number 7, what your hours? We are open from 9 to 7. هنا كلمة hours جمع، جمع، فبالتالي نختار لها are. What are your hours؟ ما ساعات العمل لديكم؟ Number 8, no it include children. Does, is, isn't, doesn't. طالما في الجملة فيها no، إذا الجملة منفية والنفي لازم يكون في not. عندنا هنا في isn't وفي doesn't، أنه صح فيهم؟ لو قلنا عشان it بقيت isn't صح و it doesn't صح، أما الإيه صح فيهم؟ نختار كلمة واحدة حسب الفعل أو حسب الكلمة اللي بعد النوت، كلمة include. include دي فعل، فعل في المصدر. طالما فعل في المصدر يبقى قبله doesn't. it doesn't include the mom rooms. look and write a paragraph. انظر واكتب فقرة من 4 جمل على الصورة دي. الصورة دي صورة المتحف المصري، فحنقول الجمل this is the Egyptian museum. this is the Egyptian museum. هذا المتحف المصري. it's open daily. it's open daily. مفتوح، بيفتح كل يوم، مفتوح كل يوم. it's 2 pounds for Egyptians. قلنا pounds معناها جنيه، هنا عشان دي 2 يبقى جمع، جنيهان او 2 جنيه للمصريين. children under 5 are free. الاطفال اقل من 5 سنوات بيدخلوا مجانا. it has mommy rooms، به غرف الموميا. في حاجه مهمه جدا انا عايز اقولها لكم، ان هو انه كلمه Egyptian الاي كابيتال وميوزيوم الام كابيتال. طب كلمه ميوزيوم لو جت في جمله عاديه هيكون الام سمول، طب ليه هنا في الام كابيتال؟ عشان Egyptian Museum المتحف المصري مكان معروف، مكان مشهور، فبالتالي لازم الام كابيتال. لما اقول مثلا كلمه library معناها مكتبه، ال سمول، لكن لما اقول Alexandria library مكتبه الاسكندريه هتكون ال كابيتال عشان ده مكان معروف او مكان مشهور. اذا الاماكن المعروفه او المشهوره تبدا بحرف كابيتال، وكلمه مامي طبعا تبدا بحرف كابيتال. وبكده يكون خلصنا lesson 1 من unit 1. اتمنى يكون الشرح كان بسيط وفهمنا الدرس. ما ننساش نعمل سبسكرايب على القناه ولايك على الفيديو، ولو ليك اي كومنت تكتبوا لي في خانه التعليقات اسفل الفيديو، وطبعا الشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.